القلم ده بيكشف تزوير العملات، وطريقة استخدامه اننا نرسم خط على العملة. لو العملة حقيقية الخط هيظهر بلون اصفر فاتح وبعدين يبهت لحد ما يختفي، ولو العملة مزورة الخط هيتحول للون الازرق الغامق وهيفضل موجود ومش هيختفي. ازاي وليه التفاعل الكيميائي البسيط ده بيحصل؟ وهل فعلا ده يقدر يكشف تزوير جميع العملات، ولا بيشتغل بس على اليورو والدولار والجنيه الاسترليني زي ما هو مكتوب هنا؟ وايه العقبات الكيميائية اللي بتواجه مزورين العملات، وازاي بيحاولوا يتخطوها، والاهم ازاي نقدر نكشف الممارسات دي؟ الفيديو ده هيجاوب على كل الاسئلة دي نظري وعملي بالتجربة قدام عينيكو. انترو سريع ونبدأ حالا. اهلا بيكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هنتكلم حرفيا عن كيمياء الفلوس. الفلوس الفلوس، الدفى، الشفة، الغموس، من غيرها الناس تلوص ويجيلها في المنام كابوس. الفلوس الفلوس. معانا مجموعة مختلفة من العملات هنجرب عليها قلم كشف تزوير العملات ده. المفروض العملات دي كلها حقيقية، ومعانا هنا شوية دولارات صيني مضروبة عشان نشوف برضو النتيجة في حالة العملات المزورة. نبدأ بخمسة يورو، وهنا بيختفي الخط فورا قبل حتى ما يلحق يظهر بلون أصفر، يعني العملة سليمة. أنا كنت متأكد، كنت متأكد، كنت متأكد، فعيني كنت شاكك. بعد كده الدولار الأمريكي اللي بيظهر معاه لون أصفر خفيف جدا بيختفي لحظيا، يعني العملة تمام. وفي حالة العشرين يورو برضو بيختفي الخط فورا رغم التباين اللي المفروض يظهر بيه اللون الأصفر على الخلفية الزرقاء. اللي بعده 1000 ين ياباني، أوبا إيه ده بقى؟ الخط ما تحولش للون الأزرق القاتم زي ما بيحصل مع العملات المزورة، لكنه برضو ما اختفاش ولسه ظاهر بلون غامق نسبيا. يبدو ان القلم بيتفاعل بشكل مختلف مع الياف الميتسوماتا اللي بيتعمل منها البنكنوت الياباني. وادي 1000 ليرة لبناني اللي برضو بتنجح في الاختبار ولا تظهر اي تغير في اللون. العملة اللي بعد كده الليو الروماني المصنوع من البلاستيك واللي برضو بينجح في الاختبار ولا يظهر اي تغير في اللون. وهنا الخمسة ليرة التركي برضو بتنجح في الاختبار ولا يظهر معاها اي تغير في اللون. نيجي بقى للجنيه المصري ابو سمرة السكرة ابو ضحكة منورة اللي بينجح في الاختبار بجدارة ولا يظهر اي تغير في اللون، شأنه شأن الدولار واليورو بالظبط. واخر عملة معانا النهاردة 50 روبل روسي ابيض مزهزه كتالوج سيبيريا، وهنا برضو بيحصل نفس التفاعل اللي حصل مع الين الياباني ويستمر الخط في الظهور على العملتين دول بلون غامق نسبيا، لكنه مش بنفس درجة اللون في حالة العملة المزورة. عظيم جدا، القلم طلع شغال مع جميع العملات دي. طب تعالوا نجرب كده مع دولار مضروب. اها، زي ما حضراتكم شايفين الخط تحول فورا للون الازرق الغامق اللي بيميل للسواد بالظبط زي سواد يوم اللي هيتمسك بالعملة المزورة دي. إذن القلم فعلا شغال ويقدر يميز بين العملات الحقيقية والمزورة. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي بمزيج من الفضول والزهر، هل الخطوط اللي ظهرت على الين الياباني والروبل الروسي هتختفي وكأنها لم تكن زي بقية العملات، ولا راحت فلوسك يا صابر؟ على العموم احنا هنسيبهم على جنب ينشفوا براحتهم ونرجع نبص عليهم بعد ما نفسر التفاعل الكيميائي اللي شفناه حالا واللي اتبنت عليه فكرة عمل القلم ده. ببساطة الاختبار ده بيستند الى حقيقة ان العملات اللي بنقول عليها مجازا عملات ورقية هي في الحقيقة مش بتتعمل من الورق خالص، لكن بتتعمل غالبا من مخلوط من القطن والكتان، يعني قماش مش ورق. ونظرا لصعوبة وصول المزورين لخامة البنكنوت الحقيقي اللي بتطبع عليه العملات الحقيقية، فغالبا ما تكون العملات المزورة مطبوعة على ورق عادي
مش قماش. ومن ضمن الاختلافات الجوهرية بين الورق والقماش وجود النشا كمكون أساسي في الورق لكنه غير موجود في البنكنوت. وحبر القلم ده عبارة عن محلول من اليود اللي بيكون لونه أصفر لكنه بيتفاعل مع النشا في حالة وجوده ويكون صبغة زرقاء زي ما شفنا في حالة العملة المزورة. لكن في حالة عدم وجود النشا زي ما شفنا مع العملات الحقيقية بيتبخر محلول اليود الأصفر ده ويختفي، كما نأمل أنه يحصل مع الألف ين والخمسين روبل الروسي اللي احنا راكنينهم ينشافوا دول. ده طبعا غير العملات اللي بتتعمل من بلاستيك زي الجنيه الاسترليني والدولار الكندي اللي ميزانية القناة ما تتحملش اننا نجيبهم علشان نشخبط عليهم. ودينا شفنا النتيجة مع الليو الروماني اللي برضو معمول من البلاستيك بس سعره حنين وفي المتناول. طيب تعالوا نوضح التفاعل ده اكتر بتجربة بسيطة. هنجيب كوباية مية وكوباية من معلق النشا وناخد عينة من حبر القلم ده على قطنة، شايفين لونه أصفر. أول ما هنحطها في المية ما يحصلش حاجة زي ما احنا متوقعين لأن مفيش نشا هنا. والله انت ظريف جدا، ضحكتك عسل والله. لكن أول ما هنحطها مع معلق النشا يظهر اللون الأزرق. التفاعل ده بيستخدم بشكل دوري في المعايرات الحجمية في الكيمياء التحليلية للكشف عن اليود فيما يعرف بالأيودومتري والأيوديمتري. ونفس التفاعل ده برضو بيستخدمه رجال المعمل البنائي لرفع البصمات. إذن القلم ده كل اللي بيعمله هو إنه بيكشف إذا كانت العملة مطبوعة على ورق عادي ولا على بنك نوت، وده طبعا غير كافي للتحقق من سلامة العملة. ليه؟ في سببين. السبب الأول ان ممكن يجي واحد مزور سافل بس فاهم شوية كيمياء يلاحظ ان اليود علشان يتفاعل مع النشا لازم الاول يكون متراكبات ثلاثية او خماسية او سباعية. خلونا ناخد المتراكب الثلاثي كمثال للتبسيط. متراكب اليود الثلاثي بيتكون نتيجة اتحاد جزيء يود ثنائي مع احد املاح اليود الاحادي، ودي اشارة سالبة بسيطة جدا مش محتاجة شرح. 1+2=3. علما بأن كل من اليود الثنائي أو اليود الأحادي لوحدهم ما يقدروش يتفاعلوا مع النشا ويكونوا اللون ده، لازم الاثنين يتحدوا مع بعض الأول يكونوا المتراكب ده عشان يقدر يتفاعل مع النشا. طيب ما ده كلام عادي جدا، إيه السفالة في كده؟ السفالة هو إننا لو بصينا على عدد تأكسد اليود في معادلات تكوين متراكبات اليود هنلاقيه بيقل من 0-1 الممثل في هذه القطعة، يعني اليود بيحصل له اختزال، وأينما وجد الاختزال تتواجد الأكسدة. إذن وجود مادة مضادة للأكسدة هيمنع أو هيقلل فرص تكون متراكبات اليود، وهو ده بالظبط اللي بيعمله بعض المزورين السفالة بأنهم يضيفوا على الورق العادي طبقة من مادة مضادة للأكسدة زي فيتامين سي مثلا عشان يخدعوا القلم ده. فوارد جدا ان المزور السافل ده يحضر محلول مائي من فيتامين سي من اي مكمل غذائي موجود في السوق وما اكترهم، وبعدين يعالج به الورق المستخدم للتزوير. في الصورة دي واحد جرب الموضوع ده، جاب 10 أقراص فيتامين سي طحنهم ودوبهم في مية وفلتر المحلول وحضر منه تركيزات مختلفة ونقع ورقة في كل تركيز، وبعد كده جفف الورق وجرب قلم اليود ده عليهم علشان يشوف اي تركيز هيديله نفس درجة اللون اللي بتظهر على عملة حقيقية. وفي الحالة دي زي ما حضراتكم شايفين وجد ان التركيز المولاري 3/100 بيدي نفس درجة اللون اللي بتظهر على العملة الحقيقية. دي كانت اول طريقة لخداع قلم اليود ده. طيب السبب الثاني اللي خلينا نشك في نتائج اختبار القلم ده هو انه ممكن يجي واحد مزور تاني اسفل من الاولاني، يجيب الورقة فئة $5 يحطها في كلور، يمسح الطباعة اللي عليها خالص، وبعدين يطبع على نظافة فئة $50 أو $100 على الخامة الاصلية للورقة، وخصوصا ان كل فئات الدولار الامريكي بتطبع على نفس الابعاد، وساعتها ولا القلم ده هيقدر يكشف التزوير ولا ملمس الورقة هيكون مثير للشبهات. طبعا نقدر نكشف النوع ده من التزوير عن طريق عوامل امان تانية
لكن هنا بيفشل هذا الألم المرة التانية في الكشف عن التزوير، وممكن طبعا يفشل هذا الألم مرة تالتة في حالة تلوث العملات بأي مادة نشوية، زي مثلا واحد بيشتغل خباز ايده طول الوقت في الدقيق، غالبا هيتراكم دقيق على العملات اللي بيتداولها، ولو استخدمنا الألم ده على العملات دي هتدينا نفس النتيجة في حالة العملات المزورة بالرغم من ان العملات حقيقية. مما سبق نستنتج ان هذا الألم طلع فيسك وما ينفعش نعتمد عليه بشكل مطلق في كشف تزوير العملات، وبالرغم من ذلك هنلاقيه لسه بيستخدم على نطاق واسع في المحلات. طيب امال ايه اللي نعتمد عليه في كشف تزوير العملات؟ ممكن واحد يقول لي العلامة المائية، ارد عليه واقول له ان العلامة المائية فيستك اكتر من الألم بمراحل وسهل جدا تقلدها. انا مش هتكلم عنها في الفيديو ده لانها وسيلة تأمين ميكانيكية وليست كيميائية، والفيديو ده عن كيمياء الفلوس، لكن لو في تفاعل كبير في التعليقات او قليل اي حاجة تكتبوها تطلبوا طريقة عمل العلامة المائية هعمل فيديو مستقل عنها وبنزله على الانستجرام، فتابعونا هناك بقى. امال ايه الوسائل الكيميائية اللي ينفع نعتمد عليها في كشف تزوير العملات؟ ده موضوع الفيديو الجاي. شرفونا باشتراكاتكم في القناة عشان يوصلكم الفيديو اول ما ينزل، وما تنسوش اللايك والشير لو الفيديو عجبكم. على فكرة الخطوط اللي كانت على الروبل الروسي والين الياباني اختفت، راحت، فلوسنا حلال والحمد لله. انها سليمة، انها سليمة. شكرا على المتابعة والدعم، وسلام عليكم.